بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا وسهلا بكم أحباب الكرام متابعينا ومتابعي القناة البناء. البناء متوقف ولكن سيعود باشتراطات. إيه هي الاشتراطات أحباب الكرام وإيه هي التفاصيل؟ تابعونا بعد ما نعمل اشتراك في القناة لو لسه ما اشتركناش، ومشاركة للفيديو، وأخيرا إعجاب بالفيديو. أحباب الكرام، خلينا نقول أن وزارة الأسكان تعلن رسميا تعديل اشتراطات البناء. طب ايه هي التعديلات دي؟ تعالوا نتعرف عليها بالتفصيل احباب الكرام واحدة واحدة. وخلينا نبدأ في البداية، هنقول انه استقبلت جمعية مطور القاهرة الجديدة اللي هي اصلا بعتت استفسار لوزارة الاسكان من وزارة الاسكان بشأن طلب تعديل بعض اشتراطات البناء، والذي تقدمت به الجمعية من قبل لوزارة الاسكان. تعالوا نشوف الرد مع بعض احباب الكرام. وهيقول تضمن الرد تعديل الحد الادنى للردود الخلفي ليصبح بدل من 4 متر 3 متر بدلا من 4 متر، وكذا الحد الادنى للردود الجانبي ليصبح 2.5 متر بدلا من 3 متر، وذلك لاستكمال النسبة البنائية المسموح بها، وذلك للقطع الاراضي التي لم تحقق النسبة البنائية المسموح بها عند تطبيق الاشتراطات الاصلية للردود. خلينا نكمل مع بعض احباب الكرام ونقول كما تضمنت القرار اعتبار الحد الادنى لابعاد الغرف السكنيه 3 متر واقل مساحه كام 1 متر مربع، كما تمت الموافقه الفنيه على ضم البدرومات لعدد من قطع الاراضي الملاصقه على ان يتم الالتزام بالاشتراطات البنائيه المقرره لكل قطعه ارض. كمان بس الكلام ده كله بشرط موافقة ملاك الأراضي وأخذ التعهدات اللازمة على الملاك بمسؤوليتهم الكاملة، ويقتصر استخدام تلك البدرومات على الأنشطة المسموح بها بالبدرومات. طب كمان أحباب الكرام لسه هنكمل مع بعض الاشتراطات اللي خاصة باللاندسكيب. كما تضمنت إمكانية تنفيذ أعمال اللاندسكيب بمنطقة الارتدادات، يعني اللاندسكيب عشان نبقى عارفين اللي هو بتبقى مثلا حديقة أو فناء بالنسبة في مناطق الارتدادات، ولا يوجد ما يمنع فنيا من ربط الدور الأرضي بمناطق الردود بسلم بشرط أن يتم احتسابه بالنسبة البنائية لقطعة الأرض. ليه؟ لأن نظرا لأن منسوب أعلى درجة سيكون بمنسوب الدور الأرضي. دي أحباب الكرام تفاصيل الردود ورد وزارة الإسكان على اشتراطات البناء الجديدة. لو في أي سؤال أو أي استفسار اكتبه لنا في تعليق، وإحنا بعون الله هنرد عليه. وإلى أن نلتقي بكم في فيديو آخر، لكم منا أجمل ورق الأمنيات والتحيات. نترككم في أمان الله ورعايته. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.